I'm Oliver. I'm a student from England. مرحبا انا اوليفر من انجلاند، عمري 20 سنه. احب السفر الى الدول التي يعتقد الغرب انها خطيره لاغير هذا المفهوم. كمثال، العراق بلد جميل على جميع زيارته، احببت كل شيء هنا. المجتمع هنا ودود بشكل لا يصدق، حتى الاشخاص الذين لا اعرفهم يصبحون اصدقائي مباشره، اشعروني باني مرحب بي، وهو ما ألهمني أن أصبح مثلهم عندما أعود إلى المنزل. كل شيء جميل هنا، الناس والبنايات والتفاصيل الصغيرة الرائعة. هناك الكثير لرؤيته في العراق. سأبقى هنا لأسبوعين، لكني أحتاج سنتين أو أكثر لرؤية العراق بشكل كافي. متحف البصرة مثير للاهتمام، فهو يحتوي على الكثير من القطع التاريخية المميزة والجميلة والتي تحتوي على تفاصيل جميلة. حتى البناية نفسها مثيرة للاهتمام كونها يوما كانت تابعة لصدام حسين. استطيع قضاء يوم كامل للتجوال حول هذه البناية، وهو ما يشعرني بشعور غريب.